احنا نشوف في هذا التقرير الصوتي هي ايه قصة الاهلي مع المدربين الاجانب. يحتفظ التاريخ في ذاكرته بأسماء 23 مدرباً أجنبياً من دول ومدارس تدريبية مختلفة قادوا فريق الكرة بالأهلي فنياً على مدار تاريخه الزاخر بالبطولات. كان من أبرز هؤلاء المدربين المجاريه ديكوتي الذي حقق 5 بطولات للدوري وبطولة واحدة لكأس مصر. يذكر له أنه كان صاحب نمط تدريبي جديد على الكرة المصرية تمثل في قراءة خطط لعب الفرق المنافسة وقراءة الملعب. ثم الألماني فايتسا الذي عمل مع الأهلي لمدة موسم واحد فقط استطاع خلاله تحقيق بطولة الدوري وكأس مصر والكأس الأفرو أسيوية. يبقى ساحر البرتغالة فريدة بين كل من تولوا قيادة الأهلي، حيث حقق وحده مع الأهلي 19 بطولة متنوعة وحصد معه برونزية كأس العالم للأندية، فضلا عن إدخال طرق لعب جديدة استفادت منها الكرة المصرية. اعترف بذلك الكابتن حسن شحاتة الفائز ب3 بطولات لأمم إفريقيا. يذكر التاريخ آخرين منهم حصلوا مع الأهلي على بطولات متنوعة وهم الإنجليزي الألماني راينر هولمان 4 بطولات، الألماني راينر تسوبل وحصل على 5 بطولات، فريتز وحصل على 3 بطولات، وأخيرا الإسباني جاريدو وحصل على بطولة السوبر المصري، ثم قاد الأهلي للفوز بكأس الكونفدرالية لأول وآخر مرة باسم فريق مصري منذ أقيمت البطولة وحتى اليوم. مدربون آخرون تركوا أسماءهم للتاريخ كمدربين للأهلي مثل الإنجليزي مايكل إيفرت ودون ريفي وماك برايد وجيف باتلر والألماني ديكسي والبرتغاليين بيسيرو وتوني أوليفييرا والفرنسي كارتيرون. اليوم تتطلع جماهير الأهلي إلى طموحات تعلو فوق السحاب، تأمل بأن يحلق المدير الفني الجديد لاسارتي الأوروغواياني مع الأهلي في سماء البطولات. هي بلا شك تجربة جديدة مع مدرسة تدريبية مختلفة لأول مرة من خارج القارة الأوروبية. يتمنى لها الجميع أن تناطح طموحات قلعة البطولات.23 خواجة قادوا أحلام الأهلي عبر تاريخ كرة القدم في النادي، منهم 3 أصحاب التجارب الزاهية جدا، يعني إذا كان هيدي كوتي أو ديتريش فايسا أو مانويل جوزيه. بين كل هذه الجنسيات المختلفة لل 23، هذه لأول مرة الأهلي يتجه اتجاه لاتيني، يجيب مدرب من أمريكا الجنوبية أو من بره أوروبا عامة، ده أول مدرب غير أوروبي للنادي الأهلي، شايفها إزاي؟ أنا شايفه أقرب واحد لجوزيه. لجوزيه؟ طبعًا أقرب واحد لجوزيه في التوقيت بتاع حضوره، في أنه إن شاء الله سيصنع اسم ويبقى نجم من النجوم الكبار كما فعل جوزيه في البرتغال.